تبرأ من عائلة الأسد، ووصف والده بالديكتاتور، واتهم آل الأسد بإنهاء حياة المدنيين السوريين، كما قام بنشر خفايا عائلته. فمن هو فراس رفعت الأسد؟ الشخص الوحيد من العائلة الذي تمرد عليهم، وما قصته؟ كان ينهال عليها دربا وشتما، وإذا حاولت حمايتها كان يضربني بالعصا. ترى إذا كان هذا الشخص يتعامل مع زوجته وابنه بهذا الشكل، فكيف سيكون تعامله مع أبناء الشعب السوري؟ تلك كانت كلمات فراس رفعت الأسد مهاجما والده، والذي وصف علاقته به منذ أن كان طفلا بالقاسية. ولد فراس رفعت الأسد عام 1966. والدته أميرة ابنة عزيز الأسد، عم رفعت الوحيد وزوجة رفعت الأولى. فبعد زواجه منها بعام واحد، تزوج لاحقا من اثنتين أخريات، ولرفعت الأسد قائدي سرايا الدفاع 16 ابنا، من بينهم فراس الذي انتقل للعيش في مدينة جنيف السويسرية وهو بعمر 13. وكان يعاني من شقاق عاطفي مع أبيه بسبب معاملته القاسية مع والدته ومعه شخصيا وإهماله لهما، حيث وصف فراس شخصية والده رفعت بالمتوحشة الإجرامية، ليس على الشعب السوري فقط، وإنما على أمه التي كان ينهال عليها ضربا وتعنيفا. مع اندلاع الثورة السورية عام 2011، بدأ فراس الذي لا يعرف أحد مكانه، خوفا من أن ينهي النظام حياته، بدأ في نشر ما وصف بفضائح النظام، حيث بدأ بالهجوم على أبيه رفعت الأسد، وكيف كان يعامله بطريقة سيئة وإجرامية في صغره وحتى شبابه. ففي عام 1998، وبينما كان فراس بعمر 32 في جنيف بسويسرا، قام والده رفعت بالتعدي عليه بالضرب، وأمر حراسه بالتخلص منه لولا تدخل زوجة أبيه رجاء بركات لإنقاذه، خوفاً من أن يتهم ابنها سوار في تلك الحادثة. كما كشف فراس عن تفاصيل علاقة أبيه المتوترة بعمه حافظ الأسد، والصراع على السلطة وعملية الانقلاب، وكيف كان والده يخطط للتخلص من عمه حافظ الأسد. ولخص تلك العلاقة بينهما التي انتهت بخروج رفعت من سوريا وبحوزته مبالغ مالية ضخمة، قائلاً: حافظ اشترى السلطة، ورفعت باع الوطن. كما تحدث عن دور والده في جرائم حماه وتدمر وجسر الشغور، كما تحدث عن تسلط باسل الأسد ابن حافظ، وكيف أن أخيه غير الشقيق دريد كان يريد إنهاء حياته ليأخذ لقب فارس آل الأسد بدلا منه. ومنذ عام 2011 وحتى يومنا هذا، لا ينتهي النزاع على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بين نجلي رفعت الأسد فراس ودريد الأخ غير الشقيق الذي يقيم في اللاذقية، حيث علق فراس على مشهد انتخاب والده لبشار الأسد قائلاً: دكتاتور ينتخب دكتاتوراً، ومجرم القرن العشرين ينتخب مجرم القرن الحادي والعشرين. ليهاجمه دريد بشدة، ويحاول تبرئة والده رفعت وإنكاره التهم الذي يوجهها له فراس، كما أنه يوجه شتائم لاذعة وبشكل مستمر إلى أخيه فراس ووالدته، لتستمر الحرب دائرة بينهما على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط تهديد فراس لأخيه بنشر فضائح عنه وعن عائلته.